اتفضلوا. أعزائي أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا لعشاق الكوكيز. اليوم الكوكيز اللي حنعملها بالشوكولات للي بيحبوا هيك أكلات بسيطة سهلة وممكن ناكلها بطريقتين. حنقول مع بعض الخطوات وأستعرض معكم المكونات وحقولكم شو الطريقتين اللي ممكن نقدم فيها هذا الكوكيز. المكونات عندي كتير بسيطة: زبدة، سكر، طحين، زيت وبودرة الكاكاو عشان أحصل على الشوكولات تيست في الكوكيز. وحعمل لها زي نوع هيك من التشريب، هستعمل فيه القهوة ليعطيها طعم كتير ريتش. ونشوف مع بعض خطوة بخطوة كيف بدنا نعمل هذا الكوكيز ببساطة. ممكن أعملها باستعمال مضرب يدوي أو إذا حبيته باستعمال الخلاط. حبتدي أحط الزبدة ولازم تكون لينة، نطلعها من البراد قبل حوالي بضع دقائق حسب طبعا حرارة المطبخ عندكم، وحضيف الزيت وحضيف السكر. حثبت مضرب التقليب وقلب هالمكونات مع بعضها لغاية ما تختلط. خلوا بالكم يمكن يخطر على بالكم سؤال: ليش ما حطينا مضرب الشبك؟ أنا بدي تقليب فقط، ما بدي هواء كتير لعجينة الكوكيز. حضيف البيضة وأستمر بالتقليب. والفانيليا السائلة. وحبتدي أنخل الطحين مع الكاكاو والبيكنج باودر. حشغل لغاية ما تختلط هالمكونات عندي وتصير عجينة. مجرد ما تلم على بعضها وتصير عجينة خلص بنوقف تقليب، لأني أنا ما بدي أعجنها كتير. لاحظوا هاي المرحلة، خلص أنا هيك وقفت، العجينة جاهزة ونبتدي نشكلها. حبتدي أعزائي تجهيز الصينية. هحتاج صينية قصيرة الحافة وحطيت فيها قطعة من ورق الزبدة، وناخذ كمية من العجينة حسب المقاس اللي احنا بنفضله، يعني حوالي معلقة كبيرة، واشكلها على شكل كرة بهذه الطريقة. الطريقة الثانية اذا حبيتوا بتضغطوا عليها ضغطة بسيطة عشان تصير عندي زي القرص اذا حبيتوا هذا الشكل. انا عملتها هاي المرة مدورة فحرجع ادورها هذه شوي، واحطها في الصينية مع ترك مسافات بسيطة ما بين كل قطعة والتانية، ما بتكبر كتير هي يعني شوية، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 170، تأخذ من 10 ل 12 دقيقة. وحبتدي أعزائي هلأ أجهز إشي تاني لهذا الكوكيز. أعزائي الكوكيز ممكن أقدمها بس تطلع من الفرن كما هي سادة، ولكن حأقدم لكم اليوم طريقة لعمل كوكيز هيك سوفت من الداخل. حنعملها زي نوع من التشريب. في كاسرولة هحط الحليب وحضيف السكر وحضيف القهوة الجاهزة، بتعطيني طعم كتير كتير رائع مع الكوكيز. هالمكونات هخليها تاخذ غلوة على النار حوالي دقيقتين ثلاثة ونشوف خطوتنا التالية. التشريبة هذه اللي أنا عم بعملها بالقهوة ممكن أكون عملها قبل بوقت وأستعملها دافئة أو بدرجة الحرارة العادية، يعني ممكن أرتب وقتي وأنا بعمل الكوكيز أكون عم بجهزها تبقى دافية شوي والكوكيز دافية شوي، أو حتى لو باردة مش مشكلة. ونبتدي أعزائي نشوف طريقة استعمالها. هاخد حبة من الكوكيز ومجرد أني أحطها في هذه التغطية أو التشريب وحركها تحريك بسيط لغاية ما تمتص كمية من هذا الصوص، وأشيلها على الشبك أو ورق مش مشكلة. لاحظوا كيف عم تتشرب بهذه
التسقية اللذيذة. شكلها ما حيتغير بس بتبقى من جوا طرية وماخذة نكهة الكوفي ومتشتشة هيك لذيذة. بسيبها تبرد ونشوف طريقة التزيين. أعزائي، أنا ممكن أقدم الكوكي زي ما قلت لكم سادة أو بالتشريب اللي أنا عملته، وممكن بعد ما تبرد تماما أقدمها بهذا الشكل، أو حبيتوا تزينوها بالشوكولاتة السادة أو البيضة. أنا اخترت البيضة وحبتدي أعمل عليها تزيين خفيف. وقبل ما يتماسك عندي الشوكولات على طول حوزع عليها بعض اللوز المحمص، حيعطيها طعم كتير كتير طيب. وطبعا بسيبهم ليبردوا ويكونوا عندي بهذا الشكل اللذيذ. وصفة كتير بسيطة وحلوة، ومش عارفة كيف بدي أقولكم، اتفضلوا.